السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قرية بتسمى توريا في أندونيسيا عندهم عادة غريبة من أغرب العادات، بيقوموا بنبش مئات القبور كل عام علشان يطلعوا موتاهم، ويقوموا بتغيير ملابسهم واتخاذ صور تذكارية معهم، ثم أرجعهم مرة أخرى للقبور. بتسمى العادة دي بمانيني، وبتستمر لعدة أيام في جزيرة اسمها سولاويسي، وبيتم سحب النعوش اللي فيها جثث أقربائهم والمدفونة في مدافن في بطن الجبال. وبيقول رئيس القرية إن الحدث ده بيعبر عن امتنانهم لأرواح آبائهم، وطبعا فيه بعض الجثث بتتحلل والبعض الآخر بيفضل على هيئته تقريبا، وده بسبب عملية التحنط وجفاف الجو في منطقة الدفن. وبيبلغ عدد الأشخاص المنتمين إلى مجموعة توراجا اللي بيقوموا بهذا الفعل إلى حوالي 1,000,000 شخص، وبيقوم الأشخاص دول بتمشيط شعر الجثث وتغيير ملابسهم، بل حتى إعطائهم السجائر والنظارات، وبيقوموا بالفعل ده في شهري يوليو وأغسطس، والعائلات بيحافظوا على جثث موتاهم لحين توافر الأموال لعمل جنازات كبيرة له، وبيقوموا بتحنيط الجثث باستخدام مواد طبيعية زي الخل وأوراق الشاي أو حقن محلول الميثانول في أجسام الجثث. طبعا مشهد استخراج الجثث بيعتبر شيء صعب جدا بالنسبة لأي شخص غريب عن العادات دي والتقاليد دي، ولكن ده بيعتبر شيء مسعد جدا ومفرح للسكان المحليين. عادات غريبة جدا في حين ان الاسلام كرم الموتى بعملية الدفن. وبكده ينتهي فيديو النهاردة، ونراكم في فيديو اخر جديد ومعلومة اخرى مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في امان الله.